لا ينزل الله عز وجل بجلاله وكماله وعزته إلى السماء في نهار أبدا إلا في يوم عرفة. يتباهى الله أمام ملائكته بعباده أن أتوه وما يستر كل واحد منهم إلا قطعتان من قماش يبتغون ما عند الله سهيئا لمن وقف بعرفة ونال ذلك الفضل. ولكن يا من حرمت ذلك المكان اعلم أن الله عز وجل يراك وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكن في ذلك اليوم صائما وصيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. وكن منكسرا متضرعا داعيا متصدقا قارعا للقرآن. وخير ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.